وصل صوتك. احنا ساعة توقعات وتمنيات انتخاب اوباما لانه منافسه ما كناش عندنا فيه حتى امل انه باش يغير سياسة امريكا في اتجاه مصالحنا ومصالح تونس مصالحنا العربية قضية فلسطين. هذا كل كنا متخوفين جدا من انتصار المنافس نتاعو. بعد ماني جو سوي انجليسيست ان بو تابع عبر الجرائد وكذلك كنت في سان فرانسيسكو تو عندي اسبوعين وكان في لقاء نسوي كبير ياسر فيه ما يقارب 1000 امرأة من سيدات الأعمال ومن السياسيات وهذا ما لمسته فعلا أن هناك توجه كبير نحو إعادة انتخاب السيد أوباما وكذلك رأيت أنه الممثلي أيضا الأقليات أيضا لهم ميل للانتخاب وأعتقد أنه عموما يعني كانت التوجه في صالحي هذا ما لمسته في الأسبوعين الماضيين. أنا اللي فرحني إني كنت في وقت اللي كنت في سان فرانسيسكو كانت من جملة لقاءاتي مع الشباب اللي عملوا حملة أوكوباي اللي في وول ستريت وكانت منهم ضمنهم شابة قالت من أعطانا يعني الرغبة والدفع في أن نقوم بحملتنا هو الشباب التونسي. إذن هذا شيء اللي ننتظروه من رئيس أوباما ما لازمناش نتصوروا حاجات كبيرة برشا. صحيح مش يكون في فترة ثانية اللي تعطيه حرية أكثر لأنه ما عندوش انتخابات قادمة وينجم ياخذ قرارات لربما في بعض الحالات مش بالضرورة ترضي الناس الكل سواء داخليا أو خارجيا. لكن مهم جدا كذلك احنا كيفاش مش نتعاملوا مع الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي بطبيعة حال قوة عظمى واللي باش يكون فيها رئيس اللي بدأ مرحلة جديدة فترة جديدة اللي عنده الإمكانية هذه باش ربما ياخذ قرارات كما قلت اللي ما نجمش ياخذها قبل. فهذا شوف أي علاقة ما ننظروش كان للجانب الآخر ننظروا لنا احنا كذلك اش باش يكون دورنا اش باش تكون فاعليتنا اش باش يكون موقفنا. وأعتقد أنه فرصة باش ننجزوا فيها أشياء أخرى اللي ربما ما نجمناش ننجزوها إلى حد الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن شنو المطلوب من السياسيين التونسيين؟ تحرك كبير مع الولايات المتحدة بوضوح وبمواقف صحيحة مش بالضرورة أنه دائما موافقين على الشيء اللي يعملوه على مستوى الوطني وكذلك على مستوى الجهة متاعنا. أنا أعتقد أنه صحيح الرئيس أوباما في الفترة الرئاسية الأولى متاعه قام بكثير بالنسبة لما وعد به في خطاب القاهرة واسطنبول إلى غير ذلك لكن بالنسبة للقضية الفلسطينية مثلا ما شفناش حتى شيء ونسيت. وأعتقد أنه اليوم يكون عنده فرصة باش يرجع أو يساعد على إرجاع القضية الفلسطينية والحل في الشرق الأوسط على مائدة التفاوض وعلى معناها النقاش. But I will say that for now, one dog's probably enough. To the best campaign team and volunteers in the history of politics. Some of you were new this time around, and some of you have been at my side since the very beginning. But all of you are family. أوباما ووقفته إلى جانب الثورة بعد 14 جانفي ووقوفه لدعم المسار الانتقالي في المرحلة الأولى ودعمه اليوم هذاك علاش أغلب التونسيين ونحن في نداء تونس ورئيس الحركة كنا مع نجاح ومساندة رئيس أوباما واعتباره الحل الأمثل للتعاون التونسي الأمريكي خصوصا وأنه التزم مع الشعب التونسي ومع الحكومة التونسية لدعم الثورة اقتصاديا وماديا من خلال لدعمها وتمكينها من النجاح في المرحلة القادمة. تحبي كنا نسمع تويكا في كلمة السفير الأمريكي قال اللي المرحلة هذه ممكن أكثر ركزة أكثر لأنه باراك أوباما كخذاء الولاية الرئاسية الثانية الوعود باش تبدأ تتنفذ لأنه ما عندوش مشكل يمكن تحضير الانتخابات لكن في علاقته بتونس قال أنه فما انتظارات أيضا
إذا كتابة الدستور ووضع يعني الهيئة المستقلة للانتخابات، هذية ممكن الضامن في التعامل هذية لاستقرار البلاد وممكن تحقيق الوعود اللي قالوا في خطابات سابقة فيما يتعلق بالبلدان العربية العربي باراك أوباما. شنو رأيك في ممكن هالموضوعية في الكلمة هذية اللي جات؟ هو ما غير كلمة سيد سفير اللي أولا كلمة جيدة، لأنه شفت مقدمة لعملها قال لا نحتفل لا بشخص ولا بحزب إنما بالديمقراطية في أمريكا. هذه المعنى أهم معنى بالنسبة لي أنا، هو الديمقراطية في أمريكا يحتفلون بالديمقراطية. وأنا نعتبر استمرارية السياسة الأمريكية الآن، ثم السياسة الخارجية بشكل عام رأي ما فيهاش برشة فوارق بين الجمهوري والديمقراطي باستثناء بعض القضايا اللي تلقى هذا أكثر شوي والآخر أقل شوي، في قضية الحريات، القضية الفلسطينية، القضية. أما الدعم الربيع العربي ودعم الثورة في تونس هذا واضح في السياسة أوباما، واستمرار السياسة أوباما ربما يزيد يدعم الديمقراطية الناشئة في تونس، ونحن مع أنه مزيد دعم تونس اقتصاديا وتنمويا. لأن كنت ممكن عجبت أكثر بخطاب رومني من خطاب أوباما، على خاطر بطبيعة الحال خطاب أوباما هو المنتصر، الخطاب إيجابي بناء بطبيعة الحال للأنصار وللمستقبل، ولكن خطاب اللي عجبني هو خطاب اللي انهزم، معناها كيفاش قبل الانهزام وهنا وكيفاش معناها بطبيعة الحال إيرا لبلاده اللي هذاك الاختيار اليسار، خاطر الفرق مش فرق كبير 700,000 صوت، ولكن معناها هذا الحاجة اللي تبشر أمريكا بطبيعة الحال حال من معناها ديمقراطية عتيقة، وهذه حاجة إيجابية بالنسبة لتونس. يظهر لي حاجة باهية وأن أوباما انتصر بخلاف الشخص بطبيعة الحال، فما الإدارة يعني الإدارة الأمريكية وقتها باش تكون فما يعني تواصل في نطاق في نطاق معناها السياسة، في نطاق الاختيارات، في نطاق حتى العلم باللي صاير في البلدان العربية بصفة خاصة في تونس، وهذه حاجة في وإحنا في مسار انتقالي اللي هو صعيب بطبيعته واللي معناها مازال ماهيش مضمون نجاحه. حاجة باهية هو أنه ما يصيرش إدارة جديدة ممكن بإيديولوجية جديدة باختيارات جديدة اللي تنجم تبدل بطبيعة الحال. منعرج موجود من يوم 14 سبتمبر، المنعرج ماهوش معناها في العلاقة بين أمريكا وتونس، من اللي صار معناها هنا في الصورة الأمريكية واللي صار في المدرسة الأمريكية 14 سبتمبر يدور لي اللي السياسة الأمريكية باش تكون أكثر حذرة معناها بالاختيارات بالاتجاهات بالقوة وهوية الدولة التونسية، معناها باش نجم بصفة عامة تتعدى هالمسار انتقالي من غير عنف كما اللي قاعدين نشوفوا فيه للأسف، وتنجحوا معناها بطبيعة الحال برؤية اللي تبعد الإيديولوجيات وتولي دولة القانون والهيبة الدولة ترجع في البلاد هذه. وبطبيعة الحال نتصور كما كل البلدان الخارجية يعني اللي باش ينجموا يساعدوا به في هذا الاتجاه. One of the things that he was able to accomplish in his first term. من أهم الإنجازات في حكومة أوباما هي إصلاح المنظومة الصحية، والآن الأمريكيين عندهم إمكانية التمتع بالخدمات الصحية أكثر من ذي قبل. من ناحية ثانية هي على المستوى الاقتصادي هناك بالفعل تحديات، ونطمح أن تتحسن الوضعية في الولايات المتحدة، لكن الوضعية الحالية هي أفضل بكثير من الوضعية اللي كانت عليها الولايات المتحدة في سنة 2008. نتمنى أن تتحسن الوضعية الاقتصادية في الولايات المتحدة لكن في العالم بأجمعه، لأن الدول تابعة لبعضها على المستوى التجارة والتبادلات أو المبادلات التجارية، ونتمنى أن تعم هذه النهضة الاقتصادية أرجاء العالم.